هاد البرامج اللي خصها تكون في الدار البيضاء ديال ان مارشي دو غو يكون ترونسبارون مودرن بحال هذاك الشيء اللي كتشوفوا في اوروبا خاصو يكون دون لي ميور كونديسيون. هذاك الشيء ديال الرياشات خاصو يكون كذلك حتى هو ديال الدجاج في واحد لي ميور كونديسيون. ما يمكنش نخليو الدار البيضاء هكذا. انا مستعد يعني نجلس معكم كرئيس حكومه يعني باش نلقاو حلول مع بالطبع مع السيد وزير الداخليه ونشوفوا شنو هما الحلول الكفيله باش نحاولوا نتجاوبوا باش ان شاء الله بلي تساليوا الموندا ديالكم يعني على الاقل تكونوا خليتوا شي حاجه اللي هي ايجابيه للمواطنين.